الخير. نبغى الله ينصرنا، لكن صوتنا مش موحد مع بعضنا. ما تجيش تكبير صوت واحد مع بعضنا والصوت يكون عالي. تكبير قاعد أعلى الصوت. تكبير تكبير. الله أكبر ولله الحمد. شهداء 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 شهداء. مع الثوار يد بيد، مع الثوار يد بيد، مع الثوار يد بيد. الحوار الحوار. ليبي ليبي يا أحرار. ليبي ليبي يا أحرار. ليبي ليبي يا أحرار. الله أكبر ولله الحمد. نبشركم بأن خطاوي الحوار الليبي الليبي بعون الله تسير إلى النجاح وتعلو إلى الأفق بعون الله تعالى. بعد أن كان هناك يوم الأمس بمدينة مصراتة عاصمة الشهداء وصمود الثورة والثوار، هذه المدينة التي وقفت أمام الطاغية ضد التقسيم في 2011 ووقفت بالسلاح وبالرجال بتصحيح مسار الثورة، وها هي تعود الكرة اليوم يوم أمس بجمع الليبيين، وكان الحشد يفوق 1200 شخص من جميع مدن ليبيا الحبيبة، وكانت هناك مبادئ حاكمة تحفظ الثورة وتحفظ الثوار ودماء الشهداء. سأترك الشرح لهذا الملتقى للشيخ محمد البوسيفي بعون الله في كلمته المرتقبة. الآن أترككم مع أول كلمات ميدان الشهداء والكلمة باسم الميدان الأخ لطفي الصغير. أرفع راسك فوق، أنت ليبي حر. أرفع راسك فوق، أنت أرفعي راسك فوق، أنت من أنجبت الليبي الحر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يد تحمل السلاح ويد ترفع الكتاب وألسن تبارك وتهلهل. الله أكبر الله أكبر. هذا حال الثوار. إخوتي، بالأمس شهدنا في مدينة الصمود، مدينة من رفعت السلاح ضد الطاغية لتوحد ليبيا، ها هي ترفع الكلمة لتوحد ليبيا. مصراتة الصمود أيها الإخوة، أمس على صفحات التواصل الاجتماعي واحد من الإخوة تكلم قال سبحان الله، أنا استغربت هالعدد وهالكم الهائل من كافة أرجاء ليبيا يجي وإلى أين؟ إلى مكان كانوا يخافونه، كانوا يقولون من يدخل لمصراتة فليودع الحياة، واللي يطلع من مصراتة فكتبت له النجاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصراتة، أهل مصراتة ليبيين، هل ربي خلق تجورا من الملائكة ومصراتة من الشياطين؟ أبدا. أستغفر الله. ليبيا ليبيا شعب طيب. فأنا قلت له بيت شعر، قلت له أولا قبل بيت الشعر قلت له المؤمنون في القرآن الوحيدين اللي وصفوا بالرجال، لا منافقون ولا كافرون ولا رجال المؤمنون. نعم، الإيمان قبل كل شيء. ثانيا، عاداتنا وتقاليدنا وشعرنا ولغتنا حفية باب من الله. ففي شعر قال: أما ترى فوق البحر كم تعلو من جيف. لما تمشي للبحر شو بتشوف؟ تشوف الجيف طافية وفي أعماقه تكمن الدرر. ها هو وضع الشعب الليبي. من طفى في أول الثورة إلى اليوم
فهم الفاسدين مع احترامي للشرفاء. أما الخيرة في من اجتمع أمس في مصراته ومن يجتمع في الميادين فبفضلكم الثورة مستمرة، الثورة مستمرة بفضلكم. يا من عشقتم الميادين، يا من تحملتم البرد والحر. تقريبا البيت الشعر شارح نفسه بنفسه. لما واحد منا يمشي على البحر يشوف حوتة جايفة هي اللي تجبد له انتباهه، أو يمشي لمكان حتى فيه صندوق فيه تفاح فيه 70 و10 خامرات يقول الصندوق خامر، لا ما زالوا فيه 60 كويسات. الخامر هو اللي يبان، الفاسد هو اللي يبان، المعدن الطيب ما يبانش إلا ما تناديه الظروف. عندما خرجنا على المغبور كنا نخاف، لأن 42 سنة وإحنا في الخوف. لكن الحمد لله، الحمد لله، يوم الانتصار عليه كل الليبيين، كل الليبيين قاطبة، حتى يخدكم اللي ضللوا اليوم وجهلوا واتبعوا الكرامة، بل يقود في الكرامة، فهم ما يسمى بالكرامة هم الفاسدون. تكبير، تكبير، الله أكبر ولله الحمد. في هذا اليوم وفي هذه الجمعة نترحم على شهداء فلسطين الحبيبة، شهداء القدس الذين يتساقطون فداء للأرض والعرض وللدين. إخواني أخواتي ثوار ومجلس شورى مدينة بنغازي الحبيبة شرارة الثورة، لهم رسالة في هذه الجمعة، ويحمل هذه الرسالة الدكتور عبد الله المقيرحي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والله أكبر. أيها الأخوة، أبناءكم في بنغازي من أطباء وحفظة كتاب الله وشباب عائلات، أوصاني برسالة إلى ميدان الشهداء، ميدان الشرف. رسالتهم إليكم لا يريدون جاها ولا يريدون سلطة ولا يريدون أموالا، يريدون مكم فقط أن تقولوا الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا ما يطلبون منكم، لأن تكبيركم وتهليلكم هو الذي أتى بهم بنصرهم. ويقولون لكم أيضا نحن آسفون يا أهلنا في طرابلس وفي جنوب الأقصى وفي الكفرة وفي ضبرق، يقولون لكم نحن آسفون، نحن آسفون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الثورة ما يسرق أحد. وكل الشرفاء والأحرار، تحية للأحرار وتحية للحرائر، تحية لثوارنا الأشاوس في مجلس شورى بني غازي الذين يسطرون اليوم وفي كل ساعة وفي كل يوم ملاحم من الجهاد الصادق الحقيقي. تحية لأبنائنا في الكفرة وفي أباري وفي صبراتا الجبهة الغربية وفي كل بقعة من بقاع الوطن. اليوم يقف إلى جواركم أبناؤكم، أبناء جبهة صمود ليبيا. هذا بيانهم إليكم، بيان غرفة صمود، الصمود للتأمين والحماية، ردا على إعلان حكومة اليون
المزعومة والتي نرفضها شكلاً وموضوعاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأكيداً على ما جاء في بياناتنا السابقة وتمسكاً بمواقفنا الرافضة للهيمنة والاحتلال بكل أشكاله والوصايا من أي كان والإملاءات التي نرفضها إلى الأبد، نؤكد على ما يلي: أولاً الالتزام والتمسك بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية واعتبارها مصدراً من مصادر واعتبارها مصدراً لكل التشريعات. ثانياً نؤكد على تمسكنا بثوابت ومبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير، ثورة التكبير المجيدة. ثالثاً نعلن على رؤوس الأشهاد رفضنا التام والكامل والأبدي لحكومة الوصاية والاحتلال، حكومة الخيانة والعمالة والنفاق المزعومة. رابعاً نعلن التزامنا بالبيعة التي هي في أعناقنا للجسم الشرعي والتشريعي الذي أعاده صناع الثورة إلى الحياة السياسية بعد فجر ليبيا، المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه وكل المؤسسات التابعة له، إلى أن يتفق كل صناع الثورة والمدافعين عنها والشرفاء والأحرار والخلص من أبناء هذا الوطن العزيز على جسم جديد ينبع من إرادتهم ويعبر عن تطلعاتهم لمستقبل مشرق. خامساً نعلن تأييدنا والتزامنا لما جاء في تصريحات وتوضيحات فضيلة مفتي البلاد الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني التي وجهها للجميع. سادساً ننبه كل الذين انجرفوا وانجروا وراء الإعلام المأجور وأعلنوا تأييدهم عن جهالة أو عن طمع لحكومة العملاء والخونة، حكومة الوصاية واحتلال ليبيا، ننبههم ونحذرهم من صفحات التاريخ السوداء التي سيكتبون فيها وتلحقهم لعنة الأجيال القادمة وما يجرونه على أبنائهم وأحفادهم من خيبة وعار. سابعاً نعلن تأييدنا ومباركتنا لانطلاق الحوار الليبي في ملتقى الوفاق الوطني برعاية وتحضير مدينة الشهداء مصرات الصمود أمس الخميس 15 من الشهر العاشر من العام 2015 بعد 2000، ونعتبرها الخطوة الأولى على طريق المصالحة والسلم الاجتماعي. ثامناً نؤكد على أن مدينة طرابلس هي عاصمة الدولة الليبية إلى الأبد، وهذا من ثوابت ثورة التكبير، ثورة 17 فبراير. تاسعاً نؤكد على حكم المحكمة العليا القاضي بانعدام ما يسمى بمجلس النواب واعتباره والعدم سواء. عاشراً قانون العزل السياسي خندق أحمر. 11 نحذر ونرفض ولن نسمح بمناطق خضراء فوق التراب الليبي، وسندافع بكل ما أوتينا من قوة عن ثوابتنا ومبادئنا وأهدافنا وأهداف ثورتنا وعن أرضنا وعن عرضنا ضد أي تدخل في شؤوننا الداخلية وضد الاحتلال والوصاية. 12 نعاهد الله تعالى ونعاهد أمهات الشهداء بأننا لن نخون ولن نفرط في أرواح ودماء الشهداء، ومستعدون للدفاع عن الوطن في أي لحظة. ونؤكد على أن أرواح الشهداء ودماء الجرحى وأشلاء المبتورين ودموع الأرامل والأيتام وآهات الثكالى
أغلى عندنا من دنياهم الفانية. الثالث عشر لا وألف لا لمؤامرة ومشروع ليون بالكامل، ونؤكد على أنه لا مكان للخونة والعملاء وتجار القضية وطلاب السلطة والمتسلقين في ليبيا التكبير، ليبيا 17 فبراير، ليبيا ثورة 17 من فبراير المجيدة. الرابع عشر نؤكد على أن الثوار المجاهدين في كل بقعة من ليبيا هم جسد واحد، فلا معنى لأي اتفاق لا يحضره أو لا يوافق عليه ثوارنا الأشاوس ومجاهدين البررة، ثوار بني غازي وثوار درنة وجدابية والكفرة وأباري وغريان وصبراتة والجنوب والشرق والغرب، كل ثوار ليبيا إذا لم يرضوا بأي اتفاق فهو العدم سواء. خامس عشر ندعو كل الليبيين، خامس عشر والأخير، ندعو كل الليبيين إلى النهوض بأعباء الوطن وتحريره من الغزاة ومن قطعان المرتزقة الوافدين من دول الجوار في الجنوب الحبيب، والمشاركة الحقيقية بالمال والنفس في تحرير مدينة درنة ومدينة الكفرة ومدينة أباري ومدينة بني غازي الجريحة. ولا ننسى أن لنا مدن كثيرة من بينها كِكلا، ومنع بيع الوطن للرجل الأبيض ورفض الاحتلال والهيمنة والوصاية من جديد. أخيراً، إننا نبرأ إلى الله ورسوله من تخاذل المتخاذلين ومن مؤامرات الخونة والعملاء والدجال اليوم على ليبيا. حفظ الله ليبيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عاشت ليبيا حرة أبية مستقلة موحدة، حرر في السادس عشر من الشهر العاشر من العام الخامس عشر بعد الألفين. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تكبير. وين الصوت رايح؟ وين؟ تكبير. قاعد الصوت ضعيف. تكبير. قاعد الصوت ضعيف. تكبير. معقول صوت يقوى من صوتكم؟ تكبير. تكبير هتهز الميدان. تكبير.